23 بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة بالنسبة للزونة بيلوسي. هل الزونة بيلوسي ده تبدأ تبان بالأنترال فوركلز؟ هي الأنترال فوركلز يعني ايه أنترم؟ أنترم ده الفلويد كافيتي اللي جوه السكندري فوليكل. اشمعنى سكندري فوليكل يا منار؟ احنا كنا اصلا بنبدا نقول عليها سكندري فوليكل عشان الانترم اللي جواها. تمام. هل الزونا بيلوسي ده بقى بتبدا تظهر الانترم فوليكلز يعني في السكندري فوليكلز؟ لو رجعنا لها في الكتاب صفحه 132 بص على الانترم فوليكلز اهي، هي اللي فيها كافي. طيب هل الزونا بيلوسي ده بدأت مع السكندري فوليكل ولا بدأت قبليها؟ لا بدأت قبليها. ادي الزونة بيلوسي، اصل الزونة بيلوسي ده المسؤولة عن السكريشن بتاعها هي جرانيلوزا سيلز دي. تمام، فجرانيلوزا سيلز موجودة من اول ايه؟ المالتي نامولار برايمري فوليكل. او حتى لو الجرانيلوزا سيلز موجودة من قبل كده، لا هي مالتي يعني مالتي نامولار، ساعتها بقى بنبدأ نسميها جرانيلوزا سيلز. ليه؟ لان هي عشان عامله كذا طبقه فوق بعض بقى يعني بقت جرانيولر، فبيسموها جرانيولوزا سيلز. فهي وهي يوني لامينر كده ما بقولش عليها جرانيولوزا سيلز. تمام، فمالتي لامينر يبقى في جرانيولوزا سيلز، يبقى سكريت الزونا بيلوسي ده. ولو عايزينها في الكتاب اهي، في المالتي لامينر البري انترال برايمري فوليكل تبدا يظهر الزونا بيلوسي ده حوالين الاووسايت. هو بقى بيقول لي الزونا بيلوسي ده بدات تبدا في الانترال فوليكل، يبقى الكلام ده ايه؟ غلط. يبقى رقم ايه؟ it starts to appear في الانترال فوليكلز، هذا غلط. طب عايز اصححها، في البري انترال فوليكلز اللي هي المالتي نامينر اللي فيها كذا لاير، اي فيها جرانيلوزا سيلز، الجرانيلوزا سيلز هي اللي بتسكريت الزونا بيلوسي. تمام، رقم بي formed of three classes of lipoproteins. خلينا نرجع لها في الكتاب او زونا بيلوسي، اي في نفس ذات الصفحة يقول لك بالفعل فورم من ثلاثة كلاسز اوف ايه؟ لايبوبروتينز ولا جلايكوبروتينز؟ جلايكوبروتين هو هنا بيقول لي لايبوبروتينز. رقم سي، لما السبرم بيمسك في الزونا بيلوسي ده 3 ريسبتور، ده النوع الثالث، مش احنا قلنا تهم ثلاثة كلاسز؟ النوع الثالث بقى هو الأهم لأنه هو المسؤول عن السبرم بايند. الأكروزوم الرياكشن بيحصل، صحيح الكلام ده كله اهو، لو نحب نرجع له في الكتاب اهو. ادي زونا بيلوسي ده رقم 3، ده الموست امبورتنت عشان خاطر هو السبرماتوزو بايند الريسبتور والكابستيشن وحكاية الأكروزوم الرياكشن. تمام، يبقى رقم سي صح. طيب الزونا بيلوسي ده بيبقى secreted only by the oocyte؟ لا احنا لسه قلنا ان جرانيلوزا سيلز كمان بتساهم في السكريشن. تمام، برضو رجع لها في نفس بص secreted by the oocyte والجرانيلوزا سيلز، دي الزونا بيلوسي ده هي secreted by both oocyte وجرانيلوزا سيلز. يبقى oocyte غلط، المفروض oocyte مع جرانيلوزا سيلز، يبقى الإجابة رقم